تعلقه الكبير بفن الرسم جعله يتعلم كيف يعبر عن الخواطر والأفكار التي تزور عقله من خلال لوحات فنية جميلة رسمها الفنان قاد ليعرضها للجمهور برواق المرحوم نوار الطيب وسط مدينة سيدي بلعباس. انا فنان عصامي، يعني انا والفن، انا الفن ما كاش عندي لي، ما كاش ما درتش كما نقولوا فورماسيون اكاديمي. انا فنان عصامي بطبعي. دار الثقافه فتحت لي الابواب باش نحتك بفنانين من مختلف ولايات الوطن. انا المسيره الفنيه تاعي فعليا بدات من سنوات 2010، وين قمت بانجاز عده لوحات. اللوحات هذه اللي شاركت بها في عدة معارض. إبداعه في رسم لوحات جميلة ومختلفة والتي مكنته من المشاركة في عديد المعارض جعل الكثير من محبي هذا النوع من الفنون يلتحق بالحصص التكوينية التي يؤطرها لجميع الفئات. شاركت في عدة صالونات، عدة مشاركات في الأسابيع الثقافية. كانت عندي عدة معارض فردية عندي فيديو. شاركت تاني، شاركت في جولة فنية على مستوى ولاية الغرب الجزائري. راني في التكوين، انا نكون اطفال من تقريبا وشباب. عندي تجربة في التأطير تقريبا من سنة 2011 حتى لغاية الساعة. ويبقى حبه لهذا الفن يفسح له الأبواب لتطوير قدراته والمشاركة في المعارض الدولية، لا سيما وأنه يلقى الاهتمام اللازم من طرف القائمين على شؤون الثقافة.